روحك أمانة، البس الكمامة، عشان أولادك الصغار إلزم نفسك بالدار، عشان رضا الوالدين عقم الإيدين، عشان أصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين، عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقة قضايا كندية على كنار تي في، صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف، واليوم معانا الدكتور هشام قدومي والدكتور نور القادري. مساء الخير عليكم جميعا. أسعد الله مساءكم، مساء الخير للجميع، جميع المستمعين والمشاهدين. في البداية طبعا اليوم عيد الفصح أو الإيستر، حابب أعيد على جميع إخواننا المسيحيين ونتمنى إن شاء الله لهم ولعوائلهم دوام الصحة والعافية، وأن تكون كل أيامهم وأيامنا أعياد يا رب، ونبتعد عن هاي الكورونا ونقدر فعلا نعيد قريبا مع بعض. في كل حلقة، في بداية كل حلقة، دكتور هشام بحضر لنا شغلات سخنة هيك على الساحة، فحاضر دكتور؟ يلا يلا، بسم الله بسم الله. طبعا اليوم برضو أسبوع كان شوي ساخن في ناحية الأخبار. أول شيء هنبدأ في خبر من الأمن المحلي. الأسبوع اللي فات حكينا عن خبر عن تخريب حصل في مكان الصلاة، في صلاة المسلمين في مطار بيرسون. الأسبوع هذا تم إلقاء القبض على رجل اللي خرب مكان الصلاة ونسخ القرآن في المطار، وتم اعتبارها جريمة كراهية. الشخص طبعا هو اسمه جان فرانسوا أوليت جودين، حيمثل قدام المحكمة في برامبتون في 7 يونيو في هذا العام. في الأخبار السياسية، غضب كبير في كيبك، من حكومة كيبك، من بعض يعني المسؤولين في حكومة الكيبك، وبرضه من رئيس الوزراء جاستن ترودو على بروفيسور في جامعة أوتاوا بسبب انتقاده لحكومة كيبك واتهامها بالعنصرية الممنهجة. البروفيسور اسمه أمير عطران، بروفيسور من أصل إيراني مع جنسية أمريكية وجنسية كندية، هو معروف بتصريحاته المثيرة للجدل حول العنصرية في كندا. جدير بالذكر إنه السنة الفاتت اتهم جامعة أوتاوا نفسها اللي هو بيشتغل فيها إنه لسه فيها في نظامها سيستميك ريسيزم أو عنصرية ممنهجة، وانتقد بشدة شرطة الماونتينيرز اللي هي الار سي ام بي. في القضايا الصحية طبعا سمعنا إنه في كانت قصص عن لقاح أسترازينيكا وأكسفورد أسترازينيكا اللي أثار الجدل في أوروبا بعد جلطات نادرة. فاللي صار في كندا، تم إيقاف تلقيح من هم أقل من 55 عام بهذا اللقاح، مع أنه وزارة الصحة الكندية بتصرح بأنه فوائد اللقاح تفوق مخاطره. بالنسبة لجائحة كورونا، إعلان إغلاقات في 3 مقاطعات كندية، من ضمنها مقاطعة أونتاريو اللي يعني بعض أماكنها فتحت بس لمدة أسبوع أو أسبوعين شوية صغيرة، وردت رجعت للإغلاق لمدة شهر من يوم السبت. ورئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد بيواجه انتقادات حادة من الطرفين، الطرف اللي بيأيد الإغلاق والأطراف اللي بتعارض الإغلاق على حد سواء، فهو مش خلصان من الجهتين. بالنسبة للسوشيال تريندينج، في القضايا اليوم يقال إنه في شعور عام بالغيرة بين الكنديين بسبب تقدم الولايات المتحدة على كندا في موضوع التلقيح ضد فيروس كورونا، بعد إنه ما كانت كندا لأشهر في هيك متقدمة على أمريكا بمراحل في موضوع مواجهة الجائحة.
طبعا موضوع حلقة اليوم هو العلاقات الصينية الكندية وأثرها على الاقتصاد الكندي، لكن قبل ما نبلش في الموضوع بتحب إذا الدكتور نور أو الدكتور جمال عندكم تعليقات على الأخبار. تفضل دكتور نور. أنا عندي تعليق على أولا بحب أتوجه إلى جميع أبناء الجالية بالمعايدة بمناسبة عيد القيامة، قيامة مجيدة للجميع، وإن شاء الله أنه بلادنا تكون القيامة فيها قريبة من هذه المشاكل التي تمر فيها على جميع المستويات، وإن شاء الله أنه كل بلادنا تنعم بالأمن والطمأنينة والسلام اللي هي كانت رسالة السيد المسيح. بالنسبة للأخبار يعني صراحة في غيري من الأمريكيين، لأنه بعد ما كانت أنه عجلة ترامب أوقفت الكثير في الولايات المتحدة الأمريكية، بعشرين جانيوري كان مفروض الولايات المتحدة أن تبدأ متخلفة عن الكثير من الدول المتقدمة بالنسبة للعلاج أو للقاح، إنما يعني فريق الرئيس بايدن أبلى بلاء ممتاز بهذه الحالة، وأنه جميع الولايات متقدمة يعني بين شهر وثلاثة أشهر عن ما يجول في كندا، وهذا يعني يعد إخفاق كبير للحكومات الكندية على المستويات كافة، بالأخص الحكومة الفدرالية لأنه هي التي كانت ناقشت كل عقود الخاصة باللقاح. مهم جدا أيضا نتطرق لحادثة المسجد في مطار بيرسون، يعني شابوه باغ يقولوا للسلطات الكندية أنه أوقفت مسيو جودان اللي هو كان قام بهذا العمل، وأنه سيحكم أو سيمثل أمام المحكمة قريبا. مهم جدا نذكر أبناء الجالية أنه أي شيء تعتبروه موضوع كراهية أنه ينعمل له ريبورتينج أو ينقل للمؤسسات أو للبوليس عن هذا الشيء. لن أعلق كثيرا على زميلي في جامعة أوتاوا أمير عطران، لكنه هذا البروفيسور هو من أكثر الناس المتكلمين عن المشاكل الموجودة في المجتمع وفي الجامعة وفي جميع الأماكن. في بعض الأحيان حماسه بياخده فوق الخط شوي، لكنه أستاذ أمير عطران هو من أهم الأساتذة الجامعيين وبروفيسور بالبيولوجي والقانون سواء، يعني يعرف كثير عن الطب وعن القانون، وهو من أكثر الناس العاملين بالشأن العام والمتابعين للشأن العام، والكثير من السياسيين والإعلاميين يتابعونه ويتابعون خطاته وحركاته. وبالنسبة للأونة الأخيرة يعني هو كان أشار بالبنان على وجود سيستميك ريسيزم بكيبك، وكان يعني أثار الحفيظة من الجمع أنه في بعض الأحيان أنه هنالك سيستميك ريسيزم ضد الفرنسيين أيضا، على أساس أنه في حركات فرنسية كثيرة تعتبر نفسها أنه هي من الدرجة الثانية، وأنه مش كل شيء بيقوموا أني في دفاع عن اللغة الفرنسية وعن التراث الفرنسي وعن الهيريتج والعادات ممكن يكون أساسه ريسيزم، ممكن يكون دفاع عن حقوقهم كأقلية. بالطبع كان في هجوم كبير عليه من بعض النواب، من رئيس وزراء كيبك، من رئيس وزراء كندا، كله يصرف في السياسي، لأنه ما قاله البروفيسور عطران برأيي أنا المتواضع هو كشف لطبقة أخرى من العنصرية الممنهجة الموجودة في كندا. قبل الدكتور جمال بس في تعليق صغير بس على اللي حكاه الدكتور،
بالنسبه لل التلقيح، طبعا احنا متخلفين في التلقيح جدا، بس حابب بس الحق مش كله على الحكومه الفدراليه. الحكومه الفدراليه احنا حكينا عن اخفاقها في حلقه ثانيه، لكن مثلا عندنا في اونتاريو لازم نكون برضه في، نحن برضه في اونتاريو متخلفين عن مقاطعات ثانيه، يعني عندنا اخفاق شديد اللهجه في اونتاريو تحديدا. يعني احنا ورا مثلا ورا كيبك ورا بريتش كولومبيا، يعني اتفاق على مستويين، على مستويين مش بس على الحكومة الفدرالية. الأخفاق الأساسي في موضوع الحكومة الفدرالية إنه كندا كانت كل عمرها هي سباقة بتصنيع اللقاحات. طبعا يعني نحن كان لازم نكون عم نصنع هذا اللقاح ونصدره للعالم، من ما إنه ننتظر إنه يجينا هذا اللقاح من الهند أو من ألمانيا أو ضيعه. صح، أنا احنا واحنا حكينا عنه قبل هيك في حلقه قبل يعني، بس انا بحكي هلا انا بالذات على تنظيم عمليه التلقيح نفسها. يعني انا شفت شخصيا عمليه التلقيح، واحد صاحبي كان بده يلقح لوالده اللي عمره 80 سنه، عمليه من الحجز اونلاين ومن معرفه ايش اللي لازم ينعمل، ومن هو اخذه على التلقيح وقعدوا 4 ساعات يستنوا دور لدور. يعني العمليه فاشله جدا، عمليه التلقيح بحد ذاتها فاشلة جدا، مش توفير اللقاح نفسه لكن التلقيح نفسه في أونتاريو فاشل جدا. وعشان هيك فورد، يعني دوك فورد بيواجه انتقاد شديد من الناس اللي عم بيقولوا له عم بتسكر مش عمالك تركز على التلقيح، والأطباء عم بيقولوا له انت مش عم بتسكر مش عم بتسكر مظبوط. فالوضع يعني صراحة التخبيص في أونتاريو تحديدا يعني يفوق الوصف، يعني من اللي أنا شفته، من مش رأي شخصي، من الناس اللي شافوه في عملية وكل مش فاهمين احنا كل ساعة شكل، وفي مراكز تلقيح فاضية ومراكز تلقيح معبية ناس وعلى الدوار، يعني مش منظمة، ما بعرف شو احكي. بس احنا لازم نعترف انه مقاطعة اونتاريو تحديدا فاشلة جدا في الموضوع. دكتور جمال ايش كنت حاب تحكي؟ انا بس بدي احكي بعض ستاتستيك. امريكا الان لقحت حوالي 50% من سكانها، 18% fully vaccinated، 31% one dose at least. كندا للأسف تراجعت إلى 17% فقط من عدد سكانها، 2% maximum fully vaccinated حتى 1.9 يعني، و 15% one shot. طبعا الأرقام تتكلم عن نفسها، زي ما حكى الدكتور إحنا للأسف في الحكومة السابقة أغلقت معظم مصانع الفاكسين برودكشن الموجودة كانت في كندا على أنه إحنا مش محتاجينها وتوفير، والآن اكتشفنا أنه لا، هذا الوضع خطأ. بالنسبة لأسترازينيكا أنا بس بدي أشرح شيئين مختلفين. الشيء الأول أنه أسترازينيكا باكسين له مصنعين، المصنع الأول موجود في أوروبا وهذا اللي بيصنع لأوروبا، وهذا معظم المشاكل اللي صارت في بهذا المنتج. المصنع الثاني اللي هو من الهند، وإحنا اللي في كندا بوصلنا من الهند اللي كوفيد شيلد بسموه. فبس عشان نكون واضحين أنه الحمد لله لحد الآن في كندا ما في أي حالة للتجلطات اللي صارت بسبب الأسترازينيكا. however الحكومة عم بتحاول إنها تأخذ الاحتياطات. لكن بدي أقول شيء، إنه أكيد 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 يا جماعة بسبب السرعة اللي صارت بتصنيع هذا اللقاح، عادة اللقاحات تأخذ من 5 إلى 10 سنوات عشان to get approved، فأكيد رح تطلع أشياء زي هيك وأكيد حنشوف شغلات زي هيك. أجين النسب ما زالت جيدة. أنا بس بدي أحكي كلمة واحدة زيادة، إنه في ناس كتير بتتوقع اللي أخذ اللقاح إنه ما ينصاب، وهذا خطأ. كل اللقاحات حسب إعلان الشركات اللي بتحكي الآن إنه اللقاحات فقط تخفف من حمية أو صعوبة الإصابة، بحيث أنك ما تدخل المستشفى أو تكون الإصابة خفيفة زي رشح أو إنفلونزا عادية. ففي ناس يعني صاروا يحطوا فيديوهات على السوشيال ميديا جيم ميس انفورميشن، إنه أو أنا أخذت الفاكسين وانصبت. هو ليس الفيروسات شوية بتختلف عن البكتيريا أو الشغلات الثانية، هو ليس مانع للإصابة ولكن هو مخفف
بحيث انه ما تكون اعراض عالية. فقط هذا اللي حبيت اوضحه، شكرا. هو عموما على فكرة انا سمعت انه كندا مش عارف كم من 100,000 تم تلقيحهم بأسترازينيكا لغاية هلا، ولا حالة حصلت حسب الخبر، ولا حالة حصلت في تجلطات، بس اللي العمل بس اجراء احتياطي، لانه حسب الناس سمعت اللي صار في يوروب. وعلى فكرة يعني قبل 3 أسابيع لما أوروبا وقفت منعت وقفه، بس حتى أقول كانوا 17 مليون ناس متطعمين بالأسترازينيكا اللي أصيبوا، اللي هم حوالي 39 أو 37 يعني حالات، حتى عدد الحالات يعني مش 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 نسبة كبيرة، واللي بصابوا بالجلطات من دون التلقيح أساسا عددهم أكبر من لكن يس. لكن بس يعني زي ما بقولوا، هي بعض الأجسام ما جزء عندها ردود فعل غير عن أجسام تانية، والنسب وحتى يعني في ناس بتصير لها أعراض واحد بالمليون نسبة. لا إحنا بنشوف ناس كل سنة من الطعم الإنفلونزا في ناس بيصير معها أعراض جانبية، يعني مش يعني هذا الشيء مش غريب ومش خطر وما في داعي للقلق يعني، بس هي مجرد احتياطات طبية. طيب إحنا ما وصلناش اللقاح الصيني، بما إنه رح نحكي على الصين استلغيت لما أخذ اللقاح الصيني. دكتور نور، في عندك شيء تضيفه؟ لان انا شارك لا اوكي. طيب خلينا نبدا اليوم في موضوع الحلقه، وهي العلاقات الصينيه الكنديه. العلاقات الصينيه الكنديه كانت في اوجها في 2016 عندما تولت حكومه ترودو الحكم في كندا، وحصل تبادل جيد في كثير من الأمور، حتى أنه تم توقيع اتفاقيات تجارية وتعاون. في 2016 حسب الإحصائيات سافر 1.6 مليون زائر بين البلدين، معظمهم كانوا 1.3 صيني إجوا زاروا كندا، وهذا طبعا سياحة، وهذا طبعا عمل حركة سياحية في كندا، حتى أنه في 2018 كندا أعلنت على أنه كان مفروض يكون سنة العلاقات السياحية بين البلدين. في 2016 كان عدد الطلاب الصينيين اللي بدرسوا في كندا تقريباً 120 ألف طالب، وهذا رقم برضو كبير، لأنه هدول بيجيبوا معهم عملة صعبة زي ما بيحكوا للبلد. لكن كلنا بنعرف لما صار في 2018 بعض التغيرات الجذرية على هاي العلاقة، وأدت إلى مشاكل كبيرة. طبعا دكتور نور، بعرف إذا بتحب تبدأ أنت بالتاريخ، أو كيف بدأت العلاقات الصينية الكندية اللي كانت يعني من أفضل العلاقات، حتى أنه أنا عشت في الصين مدة طويلة، الصينيين لفترة طويلة لحد الآن بدرسوا قصص وكتب الأطباء الكنديين اللي راحوا وساعدوا الصينيين أبان الحرب العالمية الثانية، ويعني أشهر من نار على علم غد، وكانت يعني الكندي بالنسبة لهم the best. يعني بالطبع إذا ما قيست العلاقات مع دول أوروبية أو دول ما يسمى بالعالم الغربي، العلاقات بين الصين يعني العلاقات الصينية مع كندا كانت من الأفضل في تلك العلاقات. إذا عدنا للتاريخ، العلاقات الكندية الصينية بدأت بالعام 1942، لكن يعني لم قبل هذا الشيء كان يعني كانت الحكومة البريطانية هي تمثل كندا في العلاقات مع الصين. لم يعني تقوم هذه العلاقات لمدة طويلة، لأنه بالعام 1949 عندما فاز الحزب الشيوعي في الصين وسيطروا على الحكم ماو تسي تونغ وجماعته، صار في تغيير جذري. كندا كما العديد من الدول الغربية قطعوا علاقاتهم بالصين كنظام شيوعي، لأنه بعد الحرب العالمية الثانية كانت بدأت الحرب الباردة والحركة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية كقوتين عظميين، وشفنا على أثر الحرب الكورية بين الكوريتين بالخمسين.
فبقيت العلاقات منقطعة بين كندا والصين لمدة طويلة. جون دايفن بيكر كان يعرف أن الصين هي يعني قطاع كبير بالنسبة لاستهلاك الزراعي الكندي، بالأخص في الغرب الكندي نحن عندنا كثير من الزراعات اللي يعني إذا ما أقفل سوق الصين عليها ستكون الأوضاع صعبة. جون ديفن بيكر يعني اللي هو كان رئيس وزراء بأواخر الخمسينات من 57 لـ 63 حاول أنه يفتح أسواق لبعض المنتجات من الغرب الكندي إلى الصين دون أن يكون هنالك علاقات رسمية بين كندا والصين. لم يفلح في ذلك الأمر. عندما فاز بيير إليوت ترودو بالعام 1968 في الانتخابات كانت في أحد أجنداته أنه يفتح علاقات مع الصين. بدأ بالعام 1968 نقاشات مع الصين، يعني أفضت بعد سنتين يعني بالعام 1970 إلى أنه كندا تعترف بالصين ويصير في علاقات رسمية معها. وفي وقتها يعني الأمريكيين غضبوا غضب كثير على بيير إليوت ترودو، يعني حتى منعوا أنه يسافر على الولايات المتحدة الأمريكية، وتهم هو أنه شيوعي وما إلى ذلك. لكن بيير إليوت ترودو كان كرئيس وزراء يعني فذ، وكان يأخذ كان يجري عكس التيار. يعني كن يعني أذكر بأحد مذكراته كتب عن أنه بالعام 1967 عندما عين وزيرا للعدل، يعني بعد سنتين من انتخابه كنائب في البرلمان، عين وزيرا للعدل، سأل وكان يعني جونيور منستر بوقتها، هو أول مرة بيستلم وزارة، سأل ديبيوتي منسترز أنه شو في عندكم ملفات، فمن اللي هني بيطلعوا على ملفات الوزارات، قالوا له أنه في ملفات كثيرة، في عندنا ملف خاص بالطلاق وما إلى ذلك، هذا ملف شائك جدا، يعني ننصحك أنك تبعد عنه كوزير جديد لأنه هذا ممكن يحط. فقال لهم هذا أول ملف بنبدأ فيه، يعني كان يحب التحدي. وأول ملف قيل له أنه يبعد عنه قال أنه هو رح يبدأ فيه. بـ 68 كان رئيس وزراء عنده حكومة أغلبية، وضع نصب عينه أنه تكون العلاقات مع الصين علاقات جيدة، بالرغم من أنه كان يعرف أنه الفيل الأمريكي بجانبه معارض جدا، ولكن لم يأبه لهذه الأمور. كانت علاقاته مع كوبا ممتازة، كان يمضي إجازاته عند فيديل كاسترو بكوبا، وبالوقت اللي كان فيه إمبارغو يعني عقوبات على كوبا وتسكير علاقات وما إلى ذلك، لم يأبه لذلك الشيء. فبأكتوبر من عام 1971 صارت العلاقات رسمية، وذهب بوقت وزير الاقتصاد والإندستري يعني بوقتها والاقتصاد جون لوك بابان، اللي هو اليوم في بجامعة أوتاوا تشير باسمه، واللي كان بيمثله كيفن بيج اللي هو كان البرلمنتري بادجت أوفيسر بكندا، صار على خلاف مع ستيفن هاربر. هو اللي أرسل علاقات أو أول علاقات، كانت أول زيارة رسمية لوزير كندي إلى الصين لجون لوك بابان، ومن ثم توالت العلاقات أكثر فأكثر. ذهب ميتشل شارب بالعام 72 اللي كان وزير خارجية بوقتها إلى الصين، وبعد سنتين ذهب بيير إليوت ترودو إلى الصين كأول رئيس وزراء أجنبي لدولة أجنبية، والي كندا بيزور الصين. ومن ثم كان الفاتح، يعني هو البادئ، كان الفاتح بكل شيء بالعلاقات. ومن ثم يعني الصين ردت الزيارة في بعد سنتين، واجى رئيس الصيني الى كندا، واجتمع مع الاقتصاديين، وكان في لجنه للعلاقات الصينيه الكنديه بمونتريال، ويعني كان
أرسى علاقات وطيدي متيني. بالطبع إيده اليمين لجان لبيير ليترودو كان رئيس الوزراء الكندي لجان كريتيان اللي هو كان معه وتولى عدة وزارات بذلك الوقت اللي كانوا عم بيقودوا حملات الانفصال تبع كيبك، وكان كريتيان يركز كثيرا على كيبك وعدم انفصاله، بس تولى عدة حقائب وزارية مع بيير ليترودو وتكاد تقول أنه كان رئيس وزراء ظل معه، كان يكن له كل الاحترام وكان في ثقة متبادلة بينهما. بالعام 93 لما انتخب رئيس وزراء جان كريتيان مرة أخرى عزز العلاقات مع الصين، وتعزيز هذه العلاقات يعني إجا بنقاط مهمة. مثلا عين رئيس وزراء، عين وزير دولة للشؤون الخارجية اللي يعنى بآسيا ريمون تشان اللي هو كان نائب من ريتشموند بي سي من، وأنا أعرف ريمون تشان كذي بس هو على علاقة وطيدة كان بالحكومة الصينية. وريمون تشان كان مثل حكومة كندا أنه كانت إشارة للصين أنه نحن نريد أن نرتقي بالعلاقات إلى مستوى أعلى، أنه عيننا شخص مثل ريمون تشان لحتى يكون مسؤول عن هذه العلاقات على المستوى الخارجي. وكان بيير باتيغرو اللي بوقتها كان وزير للتجارة قبل أن يصبح وزيرا الخارجي زار الصين عدة مرات، وقوية العلاقات مع الصين تخطط أنه تكون العلاقات هي علاقات سفارة بلا سفارة. صار في عندنا 4 قنصليات عامة في الصين، في كوانجونغ وفي في شنغهاي، في عدة أماكن بالصين لتغطي جميع المناطق الصينية. وكان أحد طلابي هو في الجامعة يشتغل بوزارة الخارجية بعد ما تخرج من الام بي اي، كان هو قنصل جنرال بشنغهاي، وكنت أعرف الكثير عن العلاقات الكندية الصينية، لأنه العلاقات الصينية الكندية وصلت لأوجها. أكثر من ذلك لأنه النظر إلى الصين على أن شريك تجاري كبير. الصين أصبحت أكبر شريك تجاري لكندا بآسيا بعد ما أنه كان في عندك اليابان قبل، كانت كنا تخطينا اليابان، وعلى المستوى العالم كانت بريطانيا يعني خارج الولايات المتحدة كمان تخطينا العلاقة التجارة مع بريطانيا واليابان، لأنه الصين هي تصبح الأولى خارج نورث أمريكا. تحضرني مقابلة لرئيس وزراء السابق أو الأسبق بول مارتن اللي بال2000 كان رئيس وزراء من 2003 إلى 2005، بس كان وزير مالية لمدة 10 سنين مع جان كريتيان، وهو كان من العرابين بالجي 20 وبالجي 7 اللي هي الدول الصناعية 7 الكبرى، كانوا 8 بعدين دول 20 الصناعية الكبرى، وانه في لقاءات دولية للجي 7 والجي 20 الدورية كل سنة لهذه الدول. قال بأحد مقابلاته ان كان رؤساء هذه الدول ينتظروا دخول الرئيس الأمريكي أو دخول الرئيس الروسي وقت اللي كان جي 8، وأنه في وقتها بتهتز القاعة. قال في 2005 دخل الرئيس الصيني إلى القاعة وفجأة اهتزت القاعة. قال منذ ذلك الوقت عرف هو رئيس وزراء أنه في لاعب أكبر على المستوى الدولي بالمستوى الاقتصادي هو الصين، لأنه الكل في تلك القاعة توقف عندما دخل الرئيس الصيني إلى القاعة وعرفوا أنه بالجي 20 الرئيس الصيني هو الرقم الصعب، مش الرئيس الأمريكي ولا أي رئيس آخر. وهذا إن دل على شيء يدل على عظمة الصين، قوة الصين، الحركة التي تقوم بها الصين على المستوى التجاري والعلاقات الدولية. الجدير بالذكر أيضاً أنه الصين بتلعب دور كبير
انها بتمد ايدها وقت ما تلاقي علاقه. والكثير يتهمها بموضوع الهيومن رايتس وما الى ذلك، لكن لا يجرؤ احد الى ان يغلق الباب على الصين. يعني حتى جون كريتيان عندما عزز علاقاته مع الصين قام انه يبني العلاقه مع الصين على اربع اعمده، واحد منه خاصه بالهيومن رايتس، بس واحد منه خاصه بالبيس والغوفرنانس والرول اوف لا، وركزوا ايضا على التجاره والعلاقات الخارجيه لانها تكون بيلرز موجوده بالعلاقات مع الصين. مع وجود ستيفن هاربر على راس الحكم بالعام 2006 تراجعت العلاقات مع الصين. يعني رئيس وزراء ستيفن هاربر هو من اليمين في كندا، وكان هو اقرب الى رؤساء العالم الغربي الاخرين، لم يعجب بعلاقات بيير إليوت ترودو ولا جون كريتيان ولا حتى العلاقات المميزه اللي ارساها رئيس وزراء من حزب الكونزرفاتيف لدورتين متتاليتين، برايان مروني في الثمانينات من 84 ل 93. برايان مروني كان رئيس وزراء وكان كونزرفاتيف وكان له علاقات مميزة وجيدة مع الصين. ستيفن هاربر حدا يعني ذهب بنحو آخر، حتى انتقد من قبل بول مارتن وجون كريتيان انه اول زيارة قام بها الى الصين كانت بعد 5 سنوات من توليه رئيس كرئيس وزراء، وهذا ليس رئيس وزراء جاد للعمل انك تنظر لدور عظيم مثل الصين، مهمه تجاريا ودوليا بالنسبه لكندا، وانه تاجل زيارتك عليها لخمس سنوات. يعني جان كريتيان قال انه لو كانت الامور لي انا لكانت اول زياره قمت فيها هي الصين، مش انتظر 5 سنوات حتى اذهب الى الصين. وهذه العلاقات رجعت، يعني ما أرسي من قبل لم يقدر ستيفن هاربر أن يوقفه أوقفه على المستوى السياسي، لكن على المستوى الاقتصادي والسياحي بقيت الأمور جيدة جدا. يعني أشار الدكتور جمال أنه بال 2016 كانت عدد طلاب الصينيين 120,000، بال 2018 كانوا 140,000 وكانوا دائما بازدياد، كذلك الأمر بالنسبة للسياحة. وهنالك طبعا العديد من الاستثمارات، يعني كندا عظمة أي دولة تنظر إنه على المستوى الاقتصادي في أحد المقاييس يقالوا الـ FDI الـ Foreign Direct Investment، قديش بيجيك أنت استثمارات خارجية من خارج البلد على كندا. فالصين استثمرت الكثير الكثير في كندا في قطاعات جمة، حتى أنه يعني البعض استاء من أنه الصين قد تكون يعني قد أو استثمارات الصين قد تهدد الأمن الوطني، وأنه طرح أنه في بعض الاستثمارات مثل لما اشتروا شركة نيكسون للبترول في كالجاري أنه يجب أن تطرح إلى البرلمان وعلى البرلمان أن لا يوافق على هذه الصفقة لأنها قد تضر ب بالأمن القومي الكندي. الكثير من أو عدم البراغماتية قد يطرح في السياسة. علينا أن لا ننسى أن الصين كدولة كانت قادرة أن ترفع أكثر من 600 مليون نسمة من تحت خط الفقر إلى الطبقة الوسطى، وهذا خلق تجارة داخلية قوية في الصين ومصانع كبرى والعمل، وهذا دفع الكثير من الصينيين إلى أو إلى الدول الأخرى أن تذهب بعلاقاتها أبعد بكثير مع الصين، لأنه الصين أصبحت سوق، لأنه الطبقة الوسطى في الصين هي مستهلكة أيضا. يعني وأنه كندا كانت تستورد الكثير من الصين، لكن الصين كانت سوق كبيرة بالنسبة لكندا، وعلى أي رئيس وزراء أو رئيس مقاطعة أن يقوم بهذا العمل. جون كريتيان كان فطن جدا لأنه أخذ أكبر وفد تجاري إلى الصين، كان كلوامه أكثر من 600 رجل أعمال كندي و9 بريميرز و3
بريميرز ل او رؤساء اقاليم من اليوكون من النونيفوت نورث ويست تريتوريز الى الى الصين لتعزيز العلاقات ولرفع العلاقات مع الصين. وكان كان يعني وصل لأعالي في هذه العلاقة لولا ما قام به ستيفن هاربر من تجميد لتلك العلاقة أو تخفيف لتلك العلاقة. طب هلا في بالنسبة لل يعني احنا حكينا عن ستيفن هاربر, وستيفن هاربر كان واضح يعني حتى الحزب نفسه تبعه كان يقولوا انه يسموه انه لون وولفر, يعني ما كانش بيسمع كلام حدا وكان بينفذ اللي باله. ودخلنا في مشاكل كتيرة غير الصين, مشكلتنا مع داعش وغيرها, وهذه كلها معروفة القصص. لكن من وقت حكومة ترودو, خلينا نحكي من وقت ما راحت حكومة هاربر وجت حكومة ترودو, ترودو حاول كذا مرة انه يعيد العلاقة مع الصين, يعني راح زارها وحاول حتى يعمل اتفاقية اكستراديشن لأول مرة من الدول كانت حتكون كندا من الدول يعني القليلة اللي عندها هاي العلاقة مع الهاي, لكنها فشلت المحادثات. يعني من الطرفين صار في مشاحنات وفشلت المحادثات, صار في انك يعني كذا شغلة تردي في العلاقات من بعد ما اجى اول سنة او سنتين, والقصة على استيراد الكانولا واللي هي وقفته الصين بال 2019 توقيف تام بحجج ما إلهاش يعني ما لا تبدو حجج واقعية. بس يعني اللي بنعرفه, وخلينا نكون واقعيين, أكتر حادثة يعني أثرت بين البلدين اللي هي حادثة الإلقاء القبض على مينغ وان جو, أعتقد اسمها, صلحني دكتور جمال, مينغ وان جو, اللي هي معنا لا إلها علاقة في الحكومة الصينية ولا إلها علاقة في السياسة, هي بس بنت المسؤول عن شركة هواوي. إحنا بنعرف إنه هواوي كيف CFO ما هي بنتو وال يا CFO. بس أنا قصدي إنها هي ما شخصية سياسية ولا شخصية حكومية ولا شخصية اقتصادية في الصين, هي بس تعتبر مدير شركة. بس إحنا عارفين واضح إنه شركة هواوي تحت السيطرة الصينية وإلها أهمية كبيرة, مع إنه كندا ما إلها يعني ما هي اعتقلتها لسبب, عندها اعتقلتها بس لأنه أمريكا طلبت منها هاي الشغلة, يعني ولعت بين الصين وكندا مع إنه أمريكا هي اللي طالبة هذا الإشي, والصين ما استأوت على ما بدها تستأوي على أمريكا, استأوت على كندا. يعني مش عارف إن مستوطيين حيطنا أو something, والتراجع اللي صار هاد برضو خلال التراجعات اللي صارت إنه الصين رفضت, حتى كان ترودو رايح يمد إيد السلام ويقولها بنشتغل عشان قصة ستيفن جارات, أعتقد اسمه something جارات, اللي هو اللي معتقلته الصين كانت من سنتين وقت ما راح ترودو بال2000, وبعدين اعتقلوا اللي هن بسموهم التو مايكلز بتهم التجسس. يعني في أنا حاسس إنه الصين دول أوروبا بتنتقدها وبتحكي عليها وبتجيب معدلها وما حدش بيحكي معها, بتحكيش مع حدا. برضو قصة المسلمين اليوغر اللي هي برضو قبل أسبوعين ثلاثة حطت الصين بعض العقوبات أو something على مسؤولين كنديين عشانهم انتقدوها في مسؤوليتهم, بس ما حطت ولا شيء على مسؤولين أمريكيين حكوا أكتر من كندا. في بريطانيا نفسه بوريس جونسون انتقدها, والبي بي سي عملت أول دوكيومنتري من داخل هاي الشغلات بطريقة سرية, بس حيالله حكوا بشوفهم على التلفزيون بقولوا هذا جورناليزم كذب, أنتم تلتزموش, لكن ما بيعملوا أي إشي إلا على كندا. يعني أنا حاسسهم إنه هذه مش بس إنه قصة السياسة أو قصة علاقات, قصة يعني ما بقولوا استوطاء حيطان, يعني إنه مستوطئين حيطنا بشكل أو بآخر. اليوم واضح بعض الأمور. الصين دائما كانت تمد اليد لكندا. يعني أنا بال 2014 كنا باحتفال رأس السنة الصينية بدعوة من ريموند شان اللي قلت عنه أنه كان وزير مسؤول عن هذا الاثنين, وكنت أنا وكان أندرو لسلي
مارك غرنولي هني كانوا كوتشيرز تبع الفورن افيرز كوميتي، وكان جون ماكالوم اللي هو اصبح كان وزير وما بعد اصبح هو سفير لدى الصين، والمرحوم موريل بلانجي. واخذ يعني كنت بكلام مع السفير الصيني، اجى السفير الصيني وتكلم مباشرة مع المجموعة انه نحن بصدد انه نقوي العلاقات معكم اذا ربحتوا الحكم. 2014 كان ستيفن هاربر هو رئيس وزراء، وانه نتمنى انه وفد برلماني منكم يزورنا بالصين لنبحث بالعلاقة وتقويتها وتحسينها بعد اللي قام بستيفن ستيفن هاربر. كان الجواب من أندرو لسلي أنه مباشرة نعم. الجواب جاء من مارك غارنو اللي هو أصبح الآن وزير الخارجية، أنه نحن الآن سنخوض انتخابات، نتوقع أنه هذا الوضع لن نقدر أن نقوم بتلك الزيارة، لكن نعدكم أنه بعد الانتخابات أنه نشتغل على تحسين العلاقات. وهذا بدل اندل يعني على شيء انه حتى السفير عبر ريمون تشان بيدعي ناس قبل ان يصلوا الى الحكم ليتكلم معهم في هذا الاداء، ل يعني رفع مستوى العلاقات بين الصين وكندا. اليوم على موضوع العقوبات، يعني إذا نرى أن الصين تحط عقوبات على نواب كنديين، أنا لا أرى هذا الشيء استطاحيت، لأنه هو كان رد فعل، لأنه كندا وضعت صينيين على وضعت عقوبات على صينيين، الصين ردت، أمريكا لم تضع صينيين على العقوبات حتى الصين ترد، فكندا وضعت عقوبات ومن ثم الصين ردت. طبعا الإعلام الكندي بيركز على موضوع أنه نحن هود النواب هن بيتكلموا بالهيومن رايتس، والصين وضعتهم لأنهم على بنتقد بالهيومن رايتس، قد يكون معهم حق، لكن كانت هذه مثل ما بيقولوا يعني مثل ما بيقولوا الكبش للذبح أو كبش المحرق، إنه هود النواب انتقدوا الصين أم تردت عليهم الصين، لأنه كندا كانت وضعت صينيين على كانت وضعت عقوبات على بعض الصينيين. السفير الصيني في معظم الأحيان يذهب إلى الإعلام ويهاجم كندا، هذا يقوم بدوره كسفير على الحكومة الكندية والبرلمان أنه يقوموا بدورهم أيضا. وفي شيء بالدبلوماسية اسمه public diplomacy، بالpublic diplomacy تطلع على الميديا، تطلع على الشعب، وفي أمور تنحل بالخلف وخلف الستارة والمفعلة. طبعا في مشكلة كبيرة في كندا بشيء اسمه الاكستراديشن لو، واللي هو قانون الترحيل. وقعت كندا هذا القانون مع الكثير من الدول. يتصور ان في عندنا اكستراديشن لو مع فرنسا، يعني اذا في مواطن كندي تطلبه فرنسا، وهيك صار مع دكتور حسن دياب، تبعت له نيا دون اي، مع انه بفرنسا القانون ما في ادله وممكن يستعملوا قوانين امور تحت التعذيب ومخابرات وما الى ذلك. يعني بتحسها بدوله من العالم الثالث بموضوع القضاء، واخذوا شخص مثل الدكتور حسن دياب لمده 3 سنوات، بعد 3 سنوات يعني بالسجن، بيقولوا ما أنت ما عليك شيء، فيك تفل على بلدك، وبيرجع بيجي حدا بده يرفع دعوة تانية وبيطلبوا من كندا أن ترجع ترحله مرة ثانية. عندنا نفس الاكستراديشن لو مع أمريكا، وبالوضع وين؟ أنه فرنسا ما عندها نفس اللو، يعني إذا في مواطن فرنسي كندا بتطلبه فرنسا ما بترحله على كندا، بتحاكموا هناك، فمعاملة بالمثل ما غير موجود يعني. فموضوع الاكستراديشن لو كانت في أوج العلاقات أو
المشاكل بالعلاقات الأمريكية الصينية، أمريكا كانت طلبت، وكانت المخابرات الأمريكية تحاول إنه تؤدي ضربة موجعة للصين، كانت تراقب إنه مينغ زاو ستأتي إلى فانكوفر في يوم معين، وطلبت من السلطات الكندية أن توقفها وأن ترحلها على الولايات المتحدة الأمريكية. هلأ الحق القانوني أنه يدفع عن نفسه ضد الترحيل، وهذا بيأخذ عواقب بالمحكمة. استعادت الحكومة الصينية أنه كيف تصرف. هذا السبب دكتور أنه ما رحلوها لحد الآن؟ هذا السبب الوحيد اللي ما رحلوه، لأنه عنده حق قانوني أنه يدفع عن نفسه بالمحكمة، وأنه تبرز أدلة، وأنه تأجل المحكمة، وأنه تستأنف. وهذا الترحيل قد يأخذ أول وقت، يعني في قصة الدكتور حسن دياب أخذت 7 سنوات حتى رحلوا على فرنسا، ولكن بعد 7 سنوات رحلوا. من الممكن أن يرحلوا مينغ زاو على أمريكا، فيما لو مينغ زاو لم تتابع الموضوع قانونيا ولم تستعمل حقها القانوني، قد يأخذ بعض الوقت. يعني الصين تحاول أن تشتري الوقت، عرفت أنه كانت تحاول أن تضع ضغوطات. كان السفير كندا لدى الصين اللي هو السفير مخضرم جون ماكولم، جون ماكولم هو كان دكتور، كان عميد كلية في ماكجيل، عندما كان جاستن ترودو طالب بماكجيل كان هو عميد الكلية. يعني كان قال أنه كنت خاف لما أسمع أنه عميد الكلية جون ماكولم طالبني أو بده يحكي معي. وبعدها أصبح تشيف إيكونومست بالرويال بانك، ومن ثم أصبح نائب في البرلمان ووزير معه في أكثر من وزارة، ومن ثم نائب، وبعدها عندما ربح ترودو الحكم أصبح وزيرا للهجرة. هو كان وزير للدفاع سابق، وكان وزير في عدة وزارات، كان وزيرا للهجرة، ومن ثم بأول شفل عينوا سفير بالصين. كمان كانت بادرة طيبة، لأنه أول شيء أنت تعين سفير من الدرجة الأولى، وكان نائب ووزير وسفير فوق العادة، رقم واحد. رقم اثنين زوجته صينية جون ماكولم، وكانت مثل بمثابة ريتايرمنت جوب له، أنه يكون في الصين ويرسي أفضل العلاقات مع الصين. جون ماكولم قام بتصريح في الصين دون الرجوع للحكومة الكندية أنه مينغ زاو عندها الكثير من الأمور الممكن أن تستعملها في المحكمة حتى لا ترحل. الحكومة الأمريكية استاءت من السفير الكندي في لدى الصين، ومن ثم استدعاه ترودو وعزله كسفير كندا للصين. وهذه يعني كانت ضربة موجعة لجون ماكولم للعلاقات الكندية الصينية. ومن ثم الصين فتحت ملفي تو مايكلز، أخذت تو مايكلز. ويحق للصين كما يحق لكندا، كندا تقول أنه الموضوع قانوني بالنسبة لمينغ زاو، وهن بيقولوا أنه الموضوع قانوني. نحن بنقول أنه اعتقال الصين لتو مايكلز هو اعتقال سياسي، والصين بتقول اعتقال جو مينغ هو اعتقال سياسي. إذا نحن بنقول لهم لا، مش سياسي قانوني، وهن لهم الحق أن يقولوا لنا أنه هذا مش سياسي كمان، هذا الاعتقال قانوني. برأيي الحل لن يكون إلا بعد يعني رفع مستوى العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم أن الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف طلبها لترحيل جو مينغ أو سي اف او تبع هواوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كان على جدول الأعمال لقاءات، لأنه كان في لقاء تجاري صيني أمريكي بألاسكا منذ أسبوعين، وكان في على هامشو بحث موضوع تو مايكلز وجو مينغ مينغ زاو لحتى يطرح هذا الموضوع، وأنه يتلقى له حل دبلوماسي بالخلف الطاولة. لم يتكلم الكثير عن هذا
الطرح انه كان الموضوع هو لقاء تجاري امريكي صيني في ألاسكا، ولكن على الهامش كان سيطرح هذين، كانت ستطرح هذين المعضلتين. دكتور نور، بس قبل جماعة، لانه انا لما حكيت عن الموضوع انا عم بحكي عن اشياء برضو صارت جديد. طبعا للرد عليك، هو بشهر مارس اللي فات امريكا فعلا عملت سانكشنز على بعض المسؤولين السياسيين في موضوع اليوغور، والصين ما ردت، امريكا والبريطانيا والاتحاد الاوروبي كلهم عملوا سانكشنز في موضوع اليوغور. انا ما بحكي عن اللي قبل، ولغايه هلا الصين دغري ردت على كندا لما عملت على هذيك السنه، بس ما ردت لا على امريكا ولا على الاتحاد الاوروبي ولا على بريطانيا من هذا الحكي اللي 22 مارس، يعني له صار كذا اكثر من اسبوع و10 ايام، صار في اكثر من لا خل... من... لحظه بتخلي الاتحاد الاوروبي وعلى بريطانيا وعلى الولايات المتحده الامريكيه. خليني اكمل بس شويه. وقبليها السنه اللي فاتت سمعنا انه القنصليه الصينيه في هيوستن اتحاصرت من الجيش الامريكي والتغت واضطروا يحرقوا، وهذا الكلام صار قدام الناس، يعني الحرائق انشافت بالفيديو. ما زالك ما عملت شيء الصين على بعدين. بالنسبه لمحاكمه المايكلز، احنا طبعا اي دوله يحق لها، انا ما بدافع لا عن الصين ولا عن كندا، اي دوله بيحق لها تتهم ناس اذا كانوا سبايز، وانا برايي واحد منهم شكله مبين سباي، بس الانتقاد ما بنعرف. بس انا يعني من الكلام، من التوجيهات، من الادله اللي انحطت او شغله، شكله انه ممكن يكون، لكن بغض النظر يحق لها محاكمته. لكن الانتقاد كان انه اي دوله مواطنينها بيتم محاكمتهم بتهمة سياسية بحق لممثلين من الدولة انهم يحضروا المحاكمة، وهذا اللي بيصير في محاكمة جاو او من جاو، لانه ممثلين من الصين بيجوا، وفي ناس وفي عم بيقولوا انهم ممكن يرفعوا، الصين ترفع قضية على الحكومة الكندية زي ما رفعت برضو قضايا لاسباب اقتصادية على الحكومة الامريكية، لكن ما خلوا ولا حدا من ممثل من الحكومة الكندية. احنا هذا اللي بنحكيه، حقك انك كدولة ترفع، لكن ممثلين من دولة المواطن اللي انت سواء كان عن جد سباي او لا، بحق من لمواطن انه يحضروا. ما خلت صدرت الاحكام، وما حضر ولا مسؤول من كندا رغم مطالبتهم الشديدة الدعوة. انا هاي اللي عم بحكيه عن المعاملة اللي بغير المثل. هاي الشغلات ما بتصير لمواطن امريكي متهم في الصين او مواطن اوروبي. انا هاي اللي بحكيه انه كيف انه هي مستوطية حيطنا بهذا الشغل، لانه تتهم مواطنين اوروبيين وممكن تحصل، تتهم مواطنين كنديين وصارت، سوري مواطنين امريكان وصارت، لكن بعرفش قوة امريكا او سلطتها في العالم ما بتقدر الصين تتجاهلها وتقول لك ما بخلي حدا امريكي يحضر، بينما قدرت تعملها معنا. هذا هاي نقطة اللي انا بشرحها. يعني بدي اسال دكتور هشام، في حدا بيقدر يتجاهل امريكا يعني؟ يعني تروجر جهلها كذا مرة أمريكا، تروجر كبير. ما هو هاي الشغلة إنه إحنا حتى من جاو هاي اللي أخذتها، ما أخذتها كندا لأنها هي بدها تأخذها، أخذتها بأوامر أمريكية. يعني كل المشكلة بين اللي عملته، لا المشكلة أمريكية مش المشكلة كندية، بس الصين استوطت حيط كندا، هاي اللي بقوله، لأن هي اللي أخذتها وتجاهلت أمريكا اللي هي أساساً السبب في المشكلة، واللي هي طالبة، واللي هي عملت سانكشنز على هواوي، واللي هي عملت كذا، لكنها تفششت بكندا، رغم أن المشكلة مش مع كندا والصين، المشكلة مع أمريكا والصين. كانت مشكلة البداية مشكلة من جاو كلياتها. يعني أنا أستاذ بالدراسات العليا بالتخطيط الاستراتيجي بجامعة أوتاوا، وجل ما نقوم به مع كل الشركات يمكن 50% من الصفوف تبعي تبقى بحث عن الصين. أنا متابع لكل ما يدور في الصين على المستويين السياسي والتجاري والدولي والاستراتيجي بكل الأمور. بدي خبرك شغلة واحدة عن الصين. بالوقت اللي كل دول أوروبا وكندا وأمريكا أيام بيلعبوا تشيكرز، الصين تلعب شطرنج. كل الخطوات الصينية تكون محسوبة. الصين دولة عظمى بكل ما للكلمة من معنى، وهي منافس شرس على جميع الأصعدة.
السياسية للدبلوماسية وفي مجلس الأمن وما إلى ذلك، واقتصادية وتجارية حدث ولا حرج. يعني من 25 سنة كانت الشركات الأمريكية والأوروبية يبعثوا جوبز على الصين لأنه كانت cheap labor. هلأ it's no longer the case. ما الصين ما عادت cheap labor. cheap labor صار بكمبوديا وصار بفيتنام بمحلات أخرى. بنغلاديش و... الصين صارت كدولة متطورة بوجود الماس بكل شيء. يعني أمريكا بتحس حالها أنه عندها 100,000 مهندس بالارتفيشل انتليجنس، طلع على الصين تليها عندها 50,000، بس السنة الجاي الصين رح يصير عندها 150,000. كل شيء بالشركات الكبيرة، مثلا أبل بتطلع بتلاقي حالها أنه ما في شركات عندها البريسيجن ميكانيكس ولا الليزر تكنولوجيز ولا الأشياء الموجودة في الصين. مش لأنه الصين لوحدها، موجودة في أمريكا وموجودة في أوروبا وموجودة في دول، بس بالماس برودكشن مناش موجودة إلا بالصين. يعني ما فيك تقول بدي 500,000 مهندس بهذا المشروع موجودين بأي دولة، بينوجدوا بس بالصين، بده هاي ليفل وما عادوا شو اسمه cheap labor. هني قوة فاعلة في الاقتصاد الصيني، والصين بالنسبة لها الحرب هي حرب اقتصادية رقم واحد، لذلك تلعب الدور الاستراتيجي بالنسبة للدبلوماسي. تعرف أنت بدأت شد، تعرف أنت بدأت رخي. أنا طرحت مثل موضوع كندا لعدم التبرير أنه كندا انجز أو كان في عقوبات على النواب الكنديين. كانت العقوبات على النواب الكنديين لأنه كندا حطت عقوبات على الصين، بس مش بالضروري الرد دائما يكون بالعقوبات. يعني بالنسبة لكندا يمكن الرد الأقصى أنه يكون هو بالعقوبات، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الرد هو ما بيكون ممكن بعقوبات على المستوى الدبلوماسي، يمكن يكون بأن تحلحل من الخلف عقوبات اقتصادية موجودة، أنه والله نحن بنعمل هيك أو تدخلنا هيك. الصين بتلعب شطرنج وبتلعب جو كمان، يعني اللي هي اللعبة أصعب من الشطرنج وطويلة الأمد. الاستراتيجيات تبع كثير من الدول حتنحط لعشر سنين لقدام. الصين من 2010 حاطة استراتيجية لـ 2050، سو حاطة 40 سنة لقدام تنظر. طلع على شركات البترول بكل دول العالم كلهم بيربحوا إلا الشركات الصينية بتخسر. ليش؟ لأنها مملوكة من الدولة وفيها استثمار من الدولة، وبدأ الدولة تخسر بالشركات تبع البترول لأنه هذا عصب للاقتصاد من جهة أخرى. بتذكرك بأنه الثورة الصناعية اللي صارت ببريطانيا بال1800 اليوم هي موجودة على جميع المستويات بالصين، ومن ثم الصين تجاريها بالدبلوماسية بالعلاقات الخارجية بالسياسة، وأكثر دولة لها وجود في كل الأماكن هي الصين. اليوم سحبوا البساط، الصين سحبت البساط من تحت الكثير من الدول بما فيهم كندا وأمريكا والدول الأوروبية من أفريقيا. الصين أخذت الصف الخلفي، ولكن بدول بريكس هي التي تقود. يعني تنظر أنه أنشأوا الانفراستراكشر بانك، أضعوا بس مقره بشنغهاي وقالوا أنه أنتم بتديروه والتمويل من جيب لكم إياه، وبيرأسوا هندي وبيرأسوا وبيمشي برازيلي، ولكن المهم أنه نسحب البساط من تحت الوورلد بانك والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. الصين لا زالت تلعب شطرنج. بالنسبة لكندا، الصين بتحاول أن تأخذ من كندا خطوة أنه علاقاتها هي الأفضل بين كل هذه الدول، وبتحاول أنه تبني علاقات مع دول أوروبية أخرى على غرار ما هو موجود في كندا. يعني يحق لأي رئيس وزراء في هولندا مثلا أو في بلجيكا أو في فرنسا أو شيء أنه يبدأ بعلاقات مع الصين، بيقولوا له هذا النموذج الكندي.
فيقاس عليه. والصين لا يمكن أن تفرط في هذا الشيء. يعني حتى إذا يوم من الأيام كندا بتحس الصين إنه كندا ممكن تطرد سفيرة، تتراجع الصين وممكن تعتذر من كندا، وهذا بيكون تراجع مثل لك على رقعة الشطرنج، لأنه ما حصل الصين مع كندا لم يحصل مع أي دولة أخرى. وبالنسبة للصين يعود الفضل لرئيس وزراء بيير ترودو ومن ثم جون كريتيان على رفع مستوى هذه العلاقات إلى الأعلى حتى يقاس عليها في أي علاقات يمكن أن يقوموا بها في أماكن أخرى. الصين دخلت للWorld Trade Organization واللي هي كانت يعني مثل بالنسبة لهم تابو. هذا العلاقات الحركات من هذا النوع ومن ثم روسيا تقول لك أنه حتى النظام اللي كانوا ينعتوهم فيه أنه هو شيوعي ما عادوا يلعبوا فيه. يعني بتنظر للصين اليوم صار طبقة وسطى، النظام صار شبه رأسمالي، النظام السياسي شيوعي ولكن النظام الاقتصادي صار رأسمالي في الصين. الشركات الصينية هي من الأنجح عالميا، تذهب إلى الاستثمارات في الخارج، صار عندك الكثير من المليارديريين الموجودين في الصين. على يعني بتنظر إلى أغنى 100 شخصية في العالم بتلاقي منهم 20-30 بالصين صاروا. والمقولة إنه النظام الشيوعي الاشتراكي صار في طبقات أخرى موجودة على المستوى الاقتصادي، غيرت منظومة العمل على جميع المستويات بما فيها الدبلوماسية والعلاقات الخارجية. طيب دكتور نور، أنا معلش بدي يعني عشان الوقت داهمنا، التأثير اللي صار وقوع كندا بين المطرقة والسنديان زي ما بنحكي بسبب اللي صار في 2018 واحتجاز مين وان شو، هل أثر اقتصاديا على كندا؟ أنا يعني من الشغلات اللي بعرفها توقيف الصين استيراد الكانولا أويل، صار في مشكلة كبيرة حتى في الكندا جوز اللي طلع خسرت حوالي 40% من أسهمها لأنه 70% من مبيعاتها كانت في الصين، وهلما جرد البقر أو لحم البقر الكندي، النفط، كثير من الأمور. ما هو التأثير اللي عم بيصير يعني على الاقتصاد؟ الخوف بقول لك أنه اللي كان يهاجم الصين الأكثر هو ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية. تعززت العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تحت ترامب، يعني زاد حجم الميزان التجاري. كان ترامب يقول دائما أنه الميزان التجاري بيفرق 350 مليار دولار لمصلحة الصين، بدنا نغيره. الصين ما كان عنده مشكلة يعني أنه بتغير استيراد بعض الأشياء من بريطانيا ومن ألمانيا وبتستوردها من أمريكا، لقاء أنه تعزز هذا الشيء وانفتح أسواق جديدة للصين في الولايات المتحدة الأمريكية. عرفوا لعبة ترامب اللي كان بده يجيب مور ديلز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، صفقات ما بيهموا مع مين، وكان دائما يحاول أن يلوي ذراع الصين بالوقت اللي كانت الصين لينة وتنلوي معه، وأنه كانوا يأدوا له اللي بدهم إياه ويأخذوا أكثر من اللي بدهم إياه. الاقتصاد الأمريكي كثير مهم بالنسبة للصين لأنه هي أكبر مستورد بالنسبة للبضاعة الصينية. أما بالنسبة لكندا، يعني كندا مع أنه الصين هي مهمة بالنسبة لها تجاريا، يعني لا تشكل 1% بالنسبة للصادرات الصينية. الصين بتصدر على كل العالم وما لا يمكن يأثر عليها أي شيء. لكن بالنسبة لكندا، إذا الصين بتوقف عليهم شغلة بسيطة إنه ما بدنا لحم البقر تبع ألبرتا أو الكانولا أويل تبع ساسكاتشوان، بيأثر سلبا
بطريقة مزعجة على الاقتصاد الكندي. فهذه طريقة أيضا لأنه نتلوي ذراع الحكومة الكندية، أنه نحن نعمل شوية فذلكات سياسية. وكانت فذلكات يعني على مستوى أنه هذه البضاعة not conform، يعني غير مطابقة للشروط، وصل لها 10 سنين تجي وغير مطابقة للشروط وكنتوا بتاخذوها. كل ما بيجوا بيعملوا كومبلين أنه غير مطابقة للشروط وبدنا نوقف استيرادها على مستوى السياسي، وبتصير مطابقة للشروط عندما يكون هنالك إذعان على المستوى السياسي. برأيي المشكلة الكبيرة الآن هي حل أزمة مينغ جاو وتو مايكلز، وبعد كل شيء سيكون على ما يرام بين كندا والصين. باعتقادي أنه هو على رأس أجندة رئيس وزراء الكندي ترودو مع رئيس وزراء مع الرئيس الأمريكي بايدن لحل هذا الخلاف، لأنه هذا الخلاف مثل ما أشرت لكم هو أساسه أمريكي وسيحل بالتزامن مع الولايات المتحدة الأمريكية. الطرح أنه يكون أنه بايدن يتراجع عن قرار توقيف مينجو كما تراجع عن الكثير من القرارات الاعتباطية اللي أخذها ترامب على تويتر. يعني ترامب انسحب من الباريس أجريمنت تبع المناخ، ومنع المسلمين أن يفوتوا على أمريكا وما إلى ذلك. بايدن تراجع عنه بسرعة، وأنه قصة توقيف مينغ جاو هي أحد القرارات الاعتباطية اللي قرر بها ترامب، وأنه ممكن نتراجع عليها. يتراجع عنها بايدن والصين بعد مدي بتطلعوا براءة لتو مايكلز وبيمشي الحال. أنا بس في تعليق حكيته عشان ترامب لما كان بيحكي بسب على الصين طول الوقت، احنا كنا عارفين انه بسب على الصين طول الوقت، حتى لما عمل المنع على هواوي باي ذا واي السنه اللي عمل فيها اعتقد كانت 2018 او سمثينج، مبيعات هواوي في امريكا زادت بنسبه 27%، مش قلت. هذا واحد. اثنين، بنته ايفانكا ترامب لما اجى الرئيس الصيني اجت واستقبلوا استقبال مهير وخلت بنتها تغني اغنيه بالماندرين، وافتتحت مصانع لإلها لما كانت عاملة البراند تبعها اللي هو تبع الملابس، فتحت مصانع لإلها في الصين. فأنا اللي بقوله للناس لما يحكوا الزعيم ويجي يتفلسف ما تسمعوش الكلام، في تحت الطاولة أشياء تانية بتصير يعني. فيعني بالعكس مع السرج يعني كل الكلام اللي كان يسب عليه على الصين اللي تأثروا فيه أكتر شيء، خلينا عشان وإحنا حكينا عنه الايجن امريكانز اللي هلا صارت ضدهم عنصريه شديده، واللي عم للاسف عم بيتاثروا بهذا، مع انهم في منهم ناس لا بيعرفوا الصين ولا عمرهم زاروها ولا انولدوا فيها، لكن الصين بحد ذاتها التجاره زي ما انت قلت دكتور زادت، والعلاقات الهاي التجاريه وحتى التكنولوجيه بين شركات صينيه وغيرها، مع انه جوجل وقفت اسميا، طورت الصين نوع ثاني وجابت ديفلوبرز، في منهم ناس من اللي بيشتغلوا في الكوميونتي امريكان وغيرهم يعني. فما تاثرت اي شيء الصين بكل الكلام اللي كان يحكي ترامب. عمك ترامب لسه البرج تبعه في شنغهاي موجود، والجولف كورت موجود موجود، وحتى قالوا انه كاين شو اسمه انه كان في فاحنا هلا هو كان بيحكي هذا الشغله لاهدافه السياسيه طبعا، واحنا عارفين انه البيس تبعه كان 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 بده اياه، لكن ما تأثرتش. أنا بس أحب أكد كلام الدكتور نور إنه ما تأثرتش. أنا اللي كنت أشوفه إنه كل مالها البزنس طبع الصين بيزداد في أمريكا. المشكلة اللي زي ما حكيتها أنا، نحن كندا وقعنا بين المطرقة. ما بقول لك عشان هيك بقول لك ما استوطحتنا نحن، لأنهم مش زي ما قال الدكتور، إحنا اللي معتمدين على الصين أكثر ما هي معتمدة علينا، يعني هم اللي بيقدروا يلود راعنا مش نحن اللي بنقدر نلود راعهم. بينما الصين بقول لك ترامب بسب خليه يسب، نعمل نفتح شركة تانية، نعمل كذا. حتى للموضوع الثالث، في 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 بعض الأحيان يعني بدك كل واحد تضربه مطرح ما بيوجع. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أكبر دائن إلها هو الصين. البونز الديون الأمريكية كانت مع الصيني 1.2 مليار تريليون دولار. أكبر فورين قصدك؟ أكبر دائن أجنبي، مش دائن، لأنه أكبر يعني. طبعا البنوك. ف
خففوا من هيدي البوندز، اثنينات الروسية والصين خففوا من هيدي البوندز. شو كان قيمتها هيدي؟ ان اثرت على الدولار الامريكي انه ينزل، تنزل قيمته. ولما بينزل قيمة الدولار الامريكي هيدي بتعمل هزات عالمية بمحلات كثيرة. فكان انه هذا الرد من الصين على الولايات المتحدة الامريكية اكثر مرة. ترد الصين على الولايات المتحدة الامريكية بطريقة مختلفة كليا عما ترد عن دولة صغيرة مثل كندا، لانه كندا بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية نحن العشر بكل شيء. بعدين احنا ما بنقدر يعني احنا زي ما بقولوا اكبر حدود، يعني احنا لو حدودنا مع الصين كان الوضع اكيد بكون مختلف جدا. يعني احنا زي ما بقولوا معتمدين على امريكا ومعتمدين على الصين في كتير، لكن يعني لو حدودنا مع الصين كان وضعنا مثل كمان دول ثانية. يعني كنا بدي يقروا علينا، لانه الصين كانت تشوف ضغط على وين ببعض الاحيان. يعني بيير إليوت ترودو بالسبعينات تايوان كانت هي جزء من كدولة مستقلة، كانت كان تسمي حالها Republic of China. هلا بسمي حالها هلا Republic of China. ف بيير إليوت ترودو رفض انه الوفد الاولمبي التايواني يشارك بكندا الا اذا يغيروا اسمه، مش يحطوا تايوان مش Republic of China. فهن رفضوا ومنعوا انه يشاركوا، وكانت لأول مرة بتاريخ الأولمبياد أنه اللجنة الأولمبية، دولة مسجلة تحت اللجنة الأولمبية، تمنع من المشاركة من شان اسمها. وكان هو عم بيسدد أشياء للصين أنه إحنا لن نعترف بتايوان على أنها هي دولة مستقلة والريبوبليك أوف تشاينا، أنها هي تابعة لألكم. طبعا دول ثانية لن تقوم بها. ذكرتني بجورج بوش لما اول ما استقبل السفير الصيني والرئيس الصيني في 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 ولايته جورج بوش اذا بتتذكر، وبدل ما يقول People's Republic of China قال Republic of China which is اللي بتصير لتايوان. هذه كانت من الشغلات اللي اتشهرت، يعني هذا برا الموضوع، بس هاي كانت من الشغلات اللي استغربوا لها الصينيين انه جاي بيستقبلنا ومش عمالك تذكر عم تذكر اسم العدو. بالنسبه للصينيين هذا شيء كبير، يعني انت بتحكي فلسطين واسرائيل، يعني الكلمه كبيره. بقول لك كان يعني السفير الصيني كان بيطلع فيه وبقول ريبوبليك اوف تشاينا، بقول احنا مين شو شايفني يعني. فعليا كانت هاي الاشياء هاي من الحساسيات الصغيره برضه اللي على فكره بتاثر بين الدول، ومن ضمنها تحديدا الصين اللي هو الاسم اللي بتذكرها فيه، يعني حتى الناس تعرف بس مصدر الاسم. طبعا مرة تانية الموضوع العلاقات الصينية الكندية موضوع مهم جدا، لأنه الآن موجود على الساحة، أكيد في تأثير اقتصادي على السوق الكندي يمكن أكثر منه من تأثير على السوق الصيني، لأنه زي ما حكى الدكتور نور الصين تستورد من كثير من الدول وتصدر لكثير من الدول. التبادل التجاري مع كندا ليس بالعظيم. الولايات المتحدة يمكن تبادل هو أكبر تبادل للصين مع أي دولة خارج الصين، فبالتالي بهمها أكيد هذا التبادل. حاولنا بهذه الحلقة أنه نبين للمشاهد أثر هذه العلاقة اللي للأسف في تدهور على الاقتصاد الكندي، لأنه أجين الاقتصاد الكندي الآن بيعاني من بعض المشاكل بسبب هذا التدهور. بدي بالنهاية أشكر دكتور نور والدكتور هشام، بعرفش إذا عندكم أي شيء بتضيفوه قبل ما ننهي الحلقة. لا بدي بس أشكركم، يعني ومؤكد أنه الصين لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، لا على مستويات الاقتصادية ولا على المستويات الدبلوماسية والسياسية. على أي إنسان أنه ينظر ما خلف السياسي، لأنه ما يقال في السياسي وما يقال في الإعلام هو شيء، وما يبحث خارج الأضواء هو شيء آخر. الصين تحاول جاهدة مع كل دول العالم أن تبني علاقات جيدة، لأنه بتعرف أنه هي المستفيد الأول والأخير، وأنه تمدد هذا الأخطبوط
بالنسبة إلى الذي سيردع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والكل لن يقوم إلا عبر وجعهم التجارة. وفي بعض الأحيان الصين يكون دورها حتى عندما تهاجم في السياسة ترد في الاقتصاد. يعني كن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كانوا اللي بيوجع الأمريكا هو الدين، وقفنا عن الدين. أستراليا منعوا استيراد الواين الأسترالي، النبيذ الأسترالي، كان شيء كبير بالنسبة لأستراليا وبيأخذوا 50% من إنتاجهم، يعني فكان مؤذي جدا لأهم صناعاتهم. كندا كانولا أويل، وكل دولة لها ما يوجعها. والصين كانت ستكون دائما، يعني تعودنا أنه نراها في هذا الإطار، تمد يدها والذي لا يمد يده تكون العقوبات جاهزة، كل حسب قياسه. شكرا. أنا بس حابب أذكر الناس أنه إذا بتروح على السوق بدك تشتري أواعي كله made in China، إذا بدك تشتري أدوات منزلية كله made in China، إذا بدك تشتري أدوات كهرباء كندا is made in China يا جماعة. يعني إذا بدنا نعمل أي خطوة مع الصين، يعني عندنا واحدة من تنتين، يا يعني ما بنستقل تماما ومنستشريش إشي وبنبيع إشي مع الصين، أو بنكون زي ما بقولوا ماشيين الحيط الحيط. باحتفالية كندا بالعام 150 عملوا أعلام كندية خاصة الحكومة الكندية كان مكتوب عليها made in China. ما بقولك كندا is made in China، يعني واضح إنه everything. حتى ترامب اللي كان يحكي عن كل الهاي، كل الستور تبعه الأشياء اللي بيبيعها الستور الطوائي والهذا، ما عدا بس لفحة طلع فيها، بتذكر جيمي كيميل على التلفزيون وقال في لفحة واحدة made in somewhere سنغافورة أو أشي، وفي شغلة تانية made in America. يعني بس هنا شغلتين، والباقي كل الطوائي والهذا كله made in China. فإذا بدنا نعمل أي شيء مع الصين لازم نكون بتهيئ لي حذرين في الكلام وفي الهاي، أو نكون مستقلين تماماً عنهم. بعرفش إذا هذا إشي ممكن يتحقق anyway أو أي وقت في الزمن، لكن أنا بتمنى إنه يكون في بالانس ما بين إنه إحنا يكون في بيننا علاقات، وما بين نقدر ننتقد الصين واللي بتعمله في شغلات، سواء في حقوق الإنسان وبالذات القضية الأخرانية في مسلمين اليوغور برضو. يعني الدول اللي في الألايز بنتقدوا بعض في كتير أشياء، وفي قضايا بتنرفع بيناتهم على حقوق الإنسان، بس الصين مش داخلة في هذا الموضوع. يعني أتمنى إنه يصير في يوم من الأيام بالانس بين هذا، لأنه الصين مش بس على فكرة موضوع اليوغور، أنا شفت كتير من ديانات أخرى المسيحية والكذا بنضغط، يعني هي الصين على كل الديانات حتى يكون واقعيين، مش على بس الإسلام. لكن إن شاء الله ما بعرف، يا إما يتحسن الوضع يا إما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعني ان شاء الله، بس نكون حذرين في اللي بنعمله. مره ثانيه بشكر الجميع، بشكر دكتور نور، الدكتور هشام، بشكر جميع المشاهدين اللي كانوا معنا اليوم في الحلقه وعلقوا وزادوا من حلقتنا جمالا. في نهايه هذه الحلقه بدعوكم للاشتراك بقناتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وتذكروا اللي دائما بحكي دكتور هشام، إذا شفتوا اللايك لايكوا، إذا شفتوا الشير شيروا، إذا شفتوا السبسكرايب اعملوا، وجرس تنبيهات اقرعوا أو اطرقوا أو اللي بدكم تسووه. وسلام للجميع.